السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال الشيخ محمد الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، لم يبين ها هنا هذه الكلمة. الآية تلك الآية. نعم أحسن. الآية شو؟ قال في قول تعالى قرأت كل التلميذ من السفر إلى رمزة قال الشيخ لم يبين المعنى أن آثم من آثم قال ألا يدل السياق نفسه على أن ما في مانع إن الله يقول بعد وذكر ربك كثيرا وصف الأشياء والكار فلا فلنطق فعل نفسه موجود ذكر قلب. نعم. قوله تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، الآية لم يبين هنا هذه الكلمة التي أطلقت على عيسى، لأنها هي السبب في وجوده من إطلاق السبب وإرادة مسببه، ولكنه بين في موضع آخر أنها له مسبب الله جل وعلا، إطلاق السبب وإرادة المسبب سببه أحسن. من إطلاق السبب وإرادة مسببه، لأن الله جل وعلا خلقه بكلمة كن. ولكنه بين في موضع آخر أنها لفظة كن، وذلك في قوله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن. وقيل الكلمة بشارة الملائكة لها بأنها ستلده، واختاره ابن جرير، والأول قول الجمهور. قوله تعالى: ويكلم الناس في المهد، لم يبين هنا كلام بعض الناس يا من أمره بين الكاف والنون، يقولون هذا بين الكاف والنون، هل الأمر بين الكاف والنون أو بالكاف والنون؟ بكن، كن فيكون. نعم. لم يبين هنا ما كلمهم به في المهد، ولكنه بينه في سورة مريم بقوله: فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. قوله تعالى: قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. يعني أشار عيسى عليه السلام أحد من تكلم في المهد، صلهم بعضهم إلى سبعة، وجاء في الحديث الصحيح: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة. هذا صحيح، في الصحيح لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى عليه السلام وصاحب جريج، والذي قال لأمه أقدمي فإنك على الحق في قصة أصحاب الأخدود. بعض الشراح خانت في العبارة فأساء الأدب فقال: في هذا الحصر نظر، لأنه ثبت أنه تكلم أوصلهم إلى السبع، لكن هو ينظر في كلام من؟ في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا يمنع أن يكون في أول الأمر أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالثلاثة، ثم أخبر بما يزيد عليهم إلى أن وصل العدد إلى سبعة. نعم. أشار في هذه الآية إلى قصة حملها بعيسى، وبسطها مبينة في سورة مريم بقوله: واذكر في الكتاب مريم
إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا إلى آخر القصة. وبين النفخ فيها في سورة التحريم والأنبياء معبرا بالتحريم معبرا في التحريم بالنفخ في فرجها وفي الأنبياء بالنفخ فيها. قوله تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله. لم يبين هنا الحكمة في ذكر قصة الحواريين مع عيسى، ولكنه بين في سورة الصف أن حكمة ذكر قصتهم هي أن تتأسى بهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم في نصرة الله ودينه، وذلك في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله الآية. قوله تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. لم يبين هنا لكن حصل من هؤلاء الصفوة من أصحابه عليه السلام وهم الحواريون، حصل منهم أشياء مثل يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك؟ نعم إيه. وهؤلاء هم الصفوة بالنسبة لأصحاب عيسى عليه السلام، وأمرنا أن وأمرت هذه الأمة أن تتأسى بهم كما قال عيسى بن مريم. هل أمرت من أن تتأسى بالحواريين أو أن تقول مثل ما قالوا وإن لم يحصل التأسي؟ يعني في هذا فقط، وإلا صحابته عليه الصلاة والسلام أفضل من صحابة الأنبياء كلهم. نعم كونوا أنصار الله يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن الحواريين من أنصاري إلى الله، يعني من ينضم إلي وينصرني لنصرة دين الله. إلى الله يعني من تضمن فعل يتعدى به إلى. نعم. لم يبين هنا مكر اليهود بعيسى ولا مكر الله باليهود، ولكنه بين في موضع آخر أن مكرهم به محاولتهم قتله، وذلك في قوله وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. وبين أن مكره بهم إلقاؤه الشبه على غير عيسى وإن جاءه عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وذلك في قوله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وقوله وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه الآية. قوله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني ينكر أن في شخص جعل شبه عيسى، شو وجهه؟ من ينكر؟ ولا نفس ينكر يقول أن هذا في تعالي مدين مدري شو، ولكن شبه له مش شبه له، يعني شخص يكون شخص آخر قتل فهو آتى شبه له، مش معنى شبه له يعني رأى يكون شخص آخر في صورة في شبه ألقى شبه صورة عيسى رجل آخر فقتل هذا الآخر. إيه؟ وأنا كيف يقال هذا يتعدى على سوره؟ يمكن يكون مستحق للقتل ولمصلحة يراها الله جل وعلا، كما لو كان حتفه بغير هذا السبب الله لا يسأل عما يفعل. من الذي فعل ذلك؟ والله جل وعلا. نعم. قوله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، قال بعض العلماء أي منجيك ورافعك إلي. منيمك أي منيمك، يعني الوفاة المراد بها النوم. منيمك أي منيمك ورافعك إلي، أي في تلك النومة
ويستأنس لهذا التفسير بالآيات التي جاء فيها إطلاق الوفاة على النوم كقوله وهو الذي يتوفاكم بالليل الآية، وقوله الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. وهو أيضا تبع لذلك حي في السماء وينزل في آخر الزمان، ومنهم من أثبت الوفاة الحقيقية، إني متوفيك يعني وفاة حقيقية ولست النوم، ورفع ميتا ثم يحيى في آخر الزمان وينزل، وبعضهم تبع لذلك يقول لا ينزل، ينفي النزول. ها؟ فيها. إيه نعم. المقصود أن من ينتسب إلى العلم من نفى نزوله عليه السلام وأنه متوفى، ونفى ذلك بناء على أن الأحاديث الواردة في ذلك أحاد ولا يثبت فيها مثل هذا، لكن أحاد صحيحة ومجموعها قد يصل إلى حد التواتر، فلا مانع من إثباتها، بل هو المتعين، هو المتعين. فيه التصريح بما تواتر من نزول المسيح مصنف يرد به على محمود شلتوت، ها؟ التصريح بما تواتر في نزول المسيح. محمود شلتوت شيخ الأزهر أنكر النزول بناء على أنه مات ورفع ميتا وغيره، ما يبعث إلا مع الناس، ولو مات وبعث قبل قيام الساعة صار الحصر في قوله عليه الصلاة والسلام أول من تشق عنه الأرض أنا، فيكون عيسى بعث قبله وقبل موسى الذي دل الحديث على أنه لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام وانشقت عنه الأرض فإذا موسى آخذ بقائمة العرش، فلا أدري أبعث قبلي أم ممن استثنى الله لمن شاء الله. في الرواية الأخرى أم جوزي بصعقة الطور. على كل حال نزول المسيح متواتر وجاءت به الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما، ومن ينكره عنده أيضا أمور أخرى، ومن من يقدم العقل على الرواية والنقل، وعرف بذلك والله المستعان. إيه هو يموت فيما بعد، لكن الكلام على أنه يقول يموت ثم يبعث. نعم. ها؟ مستقبلا. ورافعك إلي الآن في جسمه. إني رافعك إلي يعني تقديم وتأخير. بس قصدي أن هذا رأي موت حقيقي بعدين، وأن لم يحصل النوم هذا الذي القول هذا. لا لا، الجمهور على أنه النوم. نعم. قوله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم الآية، لم يبين هنا ما وجه محاجتهم في إبراهيم، ولكنه بين في موضع آخر أن محاجتهم في إبراهيم هي قول اليهود إنه يهودي والنصارى إنه نصراني، وذلك في قوله أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله، وأشار إلى ذلك هنا بقوله والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا الآية. قوله تعالى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم الآية، قال بعض العلماء يعني إذا أخروا التوبة إلى حضور الموت فتابوا حينئذ، وهذا التفسير يشهد له قوله تعالى
وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. وقد تقرر في الأصول حمل المطلق على المقيد ولا سيما إذا اتحد الحكم والسبب كما هنا. وقال بعض العلماء معنى لن تقبل توبتهم لن يوفقوا للتوبة حتى تقبل، يعني إذا أخروا التوبة إلى حضور الموت يعني في الغرغرة بالنسبة للأفراد، وأما بالنسبة للعموم فالتوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربها. وين؟ وهل الزيادة في الكفر مانع من قبول التوبة إلا إذا قلنا بعدم التوفيق؟ لأن حتى لو الكفر وازداد كفر يوجد من هو أشد منه كفرا وأشد ظلما للخلق وأشد عتو، ومع ذلك لو تاب بشروطها قبل التوبة. نعم. وقال بعض العلماء معنى لن تقبل، الشيخ يقول إذا اتحد الحكم والسبب يحمل المطلق على المقيد، وهذا معروف عند أهل العلم، بخلاف ما إذا اختلف الحكم والسبب فإنه لا يحمل المطلق على المقيد، كما في آية الوضوء وآية السرقة. آية الوضوء مقيدة بالمرافق وآية السرقة مطلقة، لا يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق. لماذا؟ للاختلاف في الحكم والسبب، ومع الاتحاد في الحكم والسبب يحمل المطلق على المقيد، كما في إلا أن يكون دم ميتة أو دما مسفوحا حرمت عليكم ميتة والدم، يحمل المطلق على المقيد ولا يحمل على أنه مسفوح للاتحاد في الحكم والسبب. والخلاف فيما إذا اختلف أحدهما واتفق الثاني، اتفق الحكم واختلف السبب، هنا يحمل المطلق على المقيد عند الجمهور، مثل الرقبة في الظهار وفي القتل، في القتل مقيدة بأنها مؤمنة، في الظهار ما قيدت، لكن الحكم واحد ووجوب العتق، وإن اختلف السبب فالجمهور على الحامل خلافا للحنفية كما هو معروف. والعكس إذا اتحد السبب واختلف الحكم، مثل اليد في آية الوضوء وآية التيمم، السبب واحد هو الحدث والحكم مختلف، ولا يحمل المطلق عند على المقيد عند الأكثر. نعم. وين؟ السبب التأخير، السبب تأخير التوبة، والحكم عدم القبول. نعم. لن يوفقوا للتوبة حتى تقبل منهم. ويشهد له قوله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. فعدم غفرانه لهم لعدم هدايتهم السبيل الذي يغفر لصاحبه. ونظيرها قوله تعالى لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم. قوله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا. صرح في هذه الآية الكريمة أن الكفار يوم القيامة لا يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. وصرح في مواضع أخر أنه لو يزيد بمثله لا يقبل منه أيضا، كقوله إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. وبين في مواضع أخر
أنه لا يقبل فداء في ذلك اليوم منهم بتاتا، كقوله: فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، وقوله: وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، وقوله: ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. والعدل الفداء. قوله تعالى: ومن يعني هل يفهم من الآيتين السابقتين أنه يقبل منهم؟ حتى يقول المؤلف رحمه الله: وبين في مواضع أخرى أنه لا يقبل منه فداء بتاتا، يعني في بارقة أمل أنه يقبل منهم في الآية الأولى والثانية ملء الأرض، يعني من نظر إلى أن ملء الأرض متناهي. نعم، ومثله معه أيضا متناهي، مثل لابثين فيها أحقابا. هل يفهم منه خروج الكفار من النار؟ الأحقاب مهما كانت متناهية، لكنها في معنى الديمومة والأبدية. ملء الأرض ومثله معه، متى بيجتمع ملء الأرض ذهب ومتى يفتدون به؟ لكن بارقة الأمل في كونه متناهي. طيب، المتناهي مع الاحتمال الضعيف، وهذا التناهي وجوده مثل عدمه، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هذا له نسبة، لكن نسبة وجودها مثل عدمه. نعم. قوله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، صرح في هذه الآية أنه غني عن خلقه، وأن كفر من كفر منهم لا يضره شيئا، وبين هذا المعنى في مواضع متعددة، كقوله عن نبيه موسى: وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، وقوله: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وقوله: فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد، وقوله: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، إلى غير ذلك من الآيات. فالله تبارك وتعالى يأمر الخلق وينهاهم لا لأنه تضره معصيتهم وتنفعه طاعتهم، بل نفع طاعتهم لهم وضرر معصية لا لأنه تضره معصيتهم وتنفعه طاعته. بدون ولا تنفعه. وش عندك أنت؟ وتنفعه. هذا دعواهم، وحقيقة الأمر أنها لا تضر لأنها مثبتة الضرر، فيثبت النفع، وهو في الحقيقة منفي في الطرفين، لا تنفع ولا تضر. نعم. لا لأنه تضره معصيتهم وتنفعه طاعتهم، بل نفع طاعتهم لهم وضرر معصيتهم عليهم، كما قال تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، وقال: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وقال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وثبت في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال، يعني في حديث أبي ذر العظيم الذي هو أعظم حديث يرويه أهل الشام كما قال أحمد وغيره. نعم. أنه قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم
كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. الحديث. يقول الشراح في الشق الأول: كانوا على أتقى قلب رجل محمد عليه الصلاة والسلام، وقالوا في الشق الثاني أن المراد به إبليس. نعم. تنبيه: قوله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، بعد قوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يدل على أن من لم يحج كافر والله غني عنه. وفي المراد بقوله ومن كفر أوجه للعلماء: الأول، أن المراد بقوله لابد من الجواب على مذهب الجمهور الذين لا يكفرون من ترك الأركان الأربعة. وأما بالنسبة للشهادتين فمعروف أنه لا يدخل في الإسلام إلا بعد أن ينطق بهم، والصلاة تكفيره معروف عند أهل العلم، والأدلة فيه صحيحة صريح. يبقى بقية الأركان الثلاثة، الجمهور على أنه لا يكفر بترك واحد منها إذا اعترف به وأقر به، لكن مجرد الترك لا يكفر به، وإن كان القول بكفره قول في مذهب مالك ورواية عند الحنابلة، بكفر ترك أي ركن من أركان الإسلام. الذي يقول بكفره ما يحتاج إلى جواب، الذي يقول بكفره لا يحتاج إلى جواب، والذي لا يقول بكفره كما هو المعتمد عند الجمهور يحتاج إلى أن يجيب عن قوله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فإما أن يحمل على أنه جحد ولم يعترف به، أو أنه من باب كفر النعمة، أو أنه من باب كفر دون كفر الزجر والتغليظ وغير ذلك من الأقوال ذكرها المؤلف إن شاء الله. نعم. الأول، أن المراد بقوله ومن كفر أي ومن جحد فريضة الحج فقد كفر والله غني عنه. وبه قال ابن عباس يكون من نصوص الوعيد التي تمر كما جاءت كما في نظائرها عند أهل العلم، لأنه أبلغ في الزجر. شو؟ لا لا لا، العمل جنسه شرط، شرط صحة في أصل الإيمان جنس العمل، لكن مفرداته لا عند الجمهور. نعم. وبه قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد، قاله ابن كثير: ويدل لهذا الوجه ما روي عن عكرمة ومجاهد من أنهما قالا لما نزلت: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، قالت اليهود فنحن مسلمون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض على المسلمين حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقالوا لم يكتب علينا، وأبوا أن يحجوا. قال الله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الوجه الثاني، أن المراد بقوله ومن كفر أي ومن لم يحج على سبيل التغليظ البالغ في الزجر، البالغ في الزجر عن ترك الحج مع الاستطاعة، كقوله للمقداد الثابت في الصحيح حين سأله عن قتل من أسلم من الكفار بعد أن قطع يده في الحرب: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله. لأنه نطق بالشهادة ودخل في الإسلام. وإنك بمنزلته قبل أن يقول الكلمة التي قال. الوجه الثالث، هذا لا شك أنه زجر، لأن المسلم لا يكفر بالقتل ولو كان القتل عن عمد. نعم. الوجه الثالث،
حمل الآية على ظاهرها، وأن من لم يحج مع الاستطاعة فقد كفر. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ملك زاداً وراحلة ولم يحج بيت الله فلا يضره مات يهودياً أو نصرانياً. وذلك بأن الله قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. روى هذا الحديث الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه كما نقله عنهم ابن كثير، وهو حديث ضعيف ضعفه غير واحد، بأن في إسناده هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو. أظن ابن الجوزي أدخله في الموضوعات، يعني المرفوع، ويذكر عن عمر رضي الله عنه أنه أرسل إلى الأمصار: انظروا من كانت له جدة فلم يحج فاضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. نعم. ها؟ وشو؟ ذكروا لكن أسانيد ضعيف، لكن ما هم مثل هذا يصل إلى حد الضعف الشديد. نعم. ضعفه غير واحد بأن في إسناده هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو ابن مسلم الباهلي. وهلال هذا قال الترمذي مجهول، وقال البخاري منكر الحديث. وفي إسناده أيضا الحارث الذي رواه عن علي رضي الله عنه، وقال الترمذي إنه يضعف في الحديث. يعني هذا الحارث غير الأعور، يعني ما قال الشيخ الأعور مع أنه شهرته به أكثر من اسمه. ها؟ إيه يروي عن علي، لكن الكلام على إن كان الأعور في من يصرح به، لأنه مشهور باللقب ويعرفه أحد طلاب العلم، إذا قيل الأعور معروف ضعفه. نعم. والله يمكن على العذر أنه ترخيصا من ابن كثير. أبو إسحاق، لكن الحارث كذبه الشعبي وغيره. نعم. وقال الترمذي إنه يضعف في الحديث، وقال ابن عدي هذا الحديث ليس بمحفوظ، انتهى بالمعنى من ابن كثير. وقال ابن حجر في الكافي الشافي في تخريج أحاديث الكشاف في هذا الحديث، أخرجه الترمذي من رواية هلال بن عبد الله الباهلي: حدثنا أبو إسحاق عن الحارث عن علي رفعه: من ملك زاداً وراحلةً تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً. وقال غريب وفي إسناده مقال، وهلال بن عبد الله مجهول، والحارث يضعف. وأخرجه البزار من هذا الوجه، وقال: لا نعلمه عن علي إلا من هذا الوجه. وأخرجه ابن عدي والعقيلي في ترجمة هلال، ونقل عن البخاري أنه منكر الحديث. وقال البيهقي في الشعب: تفرد به هلال، وله شاهد من حديث أبي أمامة. أخرجه الدارمي بلفظ: من لم يمنعه عن الحج حاجة ظاهرة أو سلطان جائر أو مرض حابس فمات فليمت إن شاء يهوديا أو إن شاء نصرانيا. يعني مما يؤسف له أن طلاب علم في كليات شرعية يعتذر عن الحج هذه السنة أن تسليم البحث بعد الحج مباشرة. يعني سمعنا هذا كثير، ما حجيته فلان قال الله البحث، ها؟ وسمعنا من يقول والله السنة هذه ربيع، خلي الحج السنة الجاية يمكن. هل هذه أعذار تعوق دون ركن بهذه المثابة من دين الإسلام؟
طالب العلم الذي يعتذر بمثل هذه الأعذار يراجع نيته في طلب العلم، عليه أن يراجع نيته في طلب العلم. نعم. أخرجه من رواية شريك عن ليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن سابط عنه. ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي في الشعب، وأخرجه ابن أبي شيبة عن أبي الأحوص عن ليث عن عبد الرحمن مرسلا، ولم يذكر أبا أمامة، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات من طريق ابن عدي، وابن عدي أورده في الكامل في ترجمة أبي المهزوم يزيد بن سفيان عن أبي هريرة مرفوعا نحوه. ونقل عن القلاس أنه ونقل عن الفلاس أنه كذب أبا المهزوم، وهذا من غلط ابن الجوزي في تصرفه، لأن الطريق إلى أبي أمامة ليس فيها من اتهم بالكذب. وقد صح ابن الجوزي تساهل في الحكم بالوضع، تساهل رحمه الله في الحكم بالوضع، وأدخل أحاديث كثيرة ضعيفة لا تصل إلى حد الوضع، بل فيه أحاديث حكم عليها بالحسن بل بالصحة وإن كانت قليلة. ولذا يقول الحافظ العراقي: وأكثر الجامع فيه إذ خرج لمطلق الجمع عنا أبا الفرج ابن الجوزي، والضرر المترتب على تصرفه نظير الضرر المترتب على تصرف الحاكم في مستدركه. هذا يحرم الناس من العمل بأحاديث قد تكون صحيحة، وذاك يجعل المسلم يعمل بأحاديث يصححها في مستدركه وهي في حقيقة الحال لا تصح، يعني على النقيض منه، والشر المترتب على الكتابين واحد وجودا وتركا. نعم. وقد صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من أطاق الحج فلم يحج فسواء مات يهوديا أو نصرانيا. والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته الآية، أكثر العلماء على أنها منسوخة بقوله: فاتقوا الله ما استطعتم، لأن التقوى حق التقوى غير مستطاعة، ونسخها: فاتقوا الله ما استطعتم، فغير المستطاع لا يكلف به. نعم. وقال بعضهم نعم. وين شو هو يجب يأتي من يقول أن حق التقوى المستطاع، المستطاع منها حق التقوى يعني المقدور للعباد. نعم. وقال بعضهم: هي مبينة للمراد منها، فقوله حق تقاته أي بقدر الطاقة، والله تعالى أعلم. قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، لم يبين هنا ما بلغته معاداتهم من الشدة، ولكنه بين في موضع آخر أن معاداتهم بلغت من الشدة أمرا عظيما، حتى لو أنفق ما في الأرض كله لإزالتها وللتأليف بين قلوبهم لم يفد ذلك شيئا. وذلك في قوله: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. قوله تعالى: وتسود وجوه، بيّن في هذه الآية الكريمة أن من أسباب اسوداد الوجوه يوم القيامة الكفر بعد الإيمان، وذلك في قوله: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم الآية، وبيّن في موضع آخر
يعني في النشر وضح السبب، سبب استعداد الوجوه وأنه الكفر. نعم. وبين في موضع آخر أن من أسباب ذلك الكذب على الله تعالى، وهو قوله تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. ومن أنواع الكذب على الله جل وعلا الفتوى بغير علم، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. نعم. وبين في موضع آخر أن من أسباب ذلك اكتساب السيئات، وهو قوله: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. والقطع من الليل المظلمة سوداء، نسأل الله العافية. نعم. وبين في موضع آخر أن من أسباب ذلك الكفر والفجور، وهو قوله تعالى: ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. وهذه الأسباب في الحقيقة شيء واحد عبر عنه بعبارات مختلفة، وهو الكفر بالله تعالى. وبين في موضع آخر شدة تشويه وجوههم بزرقة العيون، وهو قوله: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. وأقبح صورة أن تكون الوجوه سودا والعيون زرقا. ألا ترى الشاعر لما أراد أن يصور علل البخيل في أقبح صورة، في أقبح صورة وأشوهها، اقترح لها زرقة العيون وسوداد الوجوه في قوله: وللبخيل على أمواله علل زرق العيون عليها أوجه سود. يكفي بارك الله، صلي على محمد، اللهم صلي وسلم على رسول الله.